يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض مغاسل الثياب المحلات التي تغسل الثياب يوجد شرط في الفاتورة يقول إذا تلف الثوب فإن المغسلة تدفع 10 أضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب، فما حكم ذلك الشرط؟ تدفع إيش؟ تدفع 10 أضعاف قيمة الغسل وليس قيمة الثوب. لا، هذا ما هو صحيح. قيمة الثوب، صاحب الثوب ما له إلا الثوب أو قيمة الثوب، ولا يأخذ زيادة على هذا. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.